للاشتراك في القناة المرجو الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو سابوني والضغط على الجرس جانبه للتوصل بجديد فيديوهاتنا، ولا تنسوا دعمنا بلايك للتشجيع على المزيد من الفيديوهات، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على بعض المشتريات اللي شريتهم انا ديال الماكياج اللي قل من 50 درهم، يعني كل منتج من هاد المنتجات بثمن اقل من 50 درهم، ما عدا هاد جوج المنتجات اللي غادي نهضر عليهم من بعد. بالنسبة لهذا الماكياج هذا اللي كتشوفوه هنا قدامكم، واخا كتشوفوا لا مارك ماك وكتشوفوا لا مارك كيلي وكتشوفوا بزاف لي مارك لي نايكد لي معروف انهم كيكون الاثمنة ديال المنتوجات ديالهم غالي، هادو راه غير ايميتاسيون والاثمنة ديالهم راه رخاص، ماشي دوك لي فري، ماشي الفري. هادشي اللي غنوري دابا ماشي الفري، انما ايميتاسيون، وخديتهم معايا من البارفيم غي. وتقدروا تلقاوه ايضا في بعض لي سيت ويب كيبيعوا هاد الشينيت واثمنه بحال هاد الاثمنه ديال لي بارفيم غي تقريبا. نبداو بهذا البرايمر هذا ديال فارماسي. هذا فارماسي واحد البنت اللي جابت لي الكتالوج وخديت من عندها هاد البرايمر هذا. ما عقلتش على الثمن. المهم هذا البرايمر وهادي راه فايت الثمن ديالهم، فايت 50 درهم، واحد فيهم يمكن ب 99 درهم، ما عقلتش البرايمر ولا هذا الفيكسور هذا. المهم هذا البرايمر هذا هو كي داير زوين، غنديرو على يدي باش تشوفوا كي داير. هكا داير. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي واش الماكياج صحي واش طبيعي ولا هذا الماكياج كله اللي كتشوفوه هنا راه ماشي صحي. اصلا الماكياج عمره ما كان صحي للبشره، بالعكس كيهلك البشره. الا بغيتوا البشره ديالكم انكم تعتنيوا بها وما يبانوش عليها تجاعيد بكري وما تهلكش، ما تبقاوش ديروا الماكياج بزاف. الماكياج ديروا غير غارمون في المناسبات وفي المهم غير مره في شحال، ما تبقاوش ديروه يوميا. وبالنسبه لبعض البنات اللي تيكونوا خدامين في شي بلايص اللي كيحتموا عليهم انهم يديروا الماكياج يوميا، فمن الافضل انكم تاخذوا لا مارك بوهو ديال الماكياج ديال لا مارك بوهو، غتلقاوه في البارا فارماسي، تيكون الثمن ديالو مرتفع، ولكن على الاقل هذا الماكياج هذا تيكون 90% من المكونات ديالو مصدرها تيكون طبيعي، يعني الضرر ديالو على البشره تيكون اقل. ها هو هذا، شو كي تيبان هنايا، تيبان بحال ما دايره والو، ولكن راه ملي كديري هكا على يدك كتلقاي واحد الملوسيه ويدك كتسيح دغيا هكا، يعني كيسهل لك انك ديري الماكياج. هذا كيديروه هو الاول قبل ما يديروا الماكياج، كيديروا هذا وفي نفس الوقت كيسد المسام. وبالنسبه للمكونات ديالو فاش قريتهم راه فيه ديميتيكون، فيه ستيليكون، فيه بزاف المكونات اللي ضاره بالبشره، ماشي غير هذا الشيء كله. هذا الماكياج هذا ملي كتقرا تقراي المكونات كتلقاي مكونات بزاف اللي هما ضارين بالبشره، يعني الماكياج كله راه صعيب على البشره. من الافضل ما يبقاش يديروا الواحد بزاف يوميا، تبقى ديروا البنت يوميا يوميا، راه البشره ديالها عمرها ما غادي تكون مزيانه. المهم هذا البرايمر هذا بالنسبه للاستعمال ديالو راه زوين. ها هو كي كيطلع على البشره، وكما قلت لكم كيسد المسام ديال البشره وتيسهل لك عمليه وضع الماكياج. الثمن باش خديته من فارماسي واقيلا قلت لكم يمكن هذا ب 99 درهم وهذا بكدا 70 درهم، والله ما عقلت. المهم واحد فيهم اللي عقلت على الثمن ديالو راه ب 99 درهم، يا اما هذا يا اما هذا. هذا راه فيكساتور دو ماكياج ديال فارماسي نيت، حتى هو زوين. المهم فيكساتور راه معروف، حتى كديري الماكياج وكديري هذا باش داك الماكياج يبقى مفيكسي، باش ما يبقاش سايح. وتايا كما قلت لكم لي زانغغيديون ما كاينش فيهم مواد طبيعيه، الا لبيتو الماكياج اللي فيه مواد طبيعيه خذوا لا مارك بوت، ولكن ما غاديش يكون الفعاليه ديالو ما غاديش تكون بحال هكا، لانه ما غادي يديو على المكونات الطبيعيه اكثر ما غيديو على الفعاليه ديال المنتوج. المهم دابا غادي ندوزو لداكشي اللي خديت من البارفيم. غير خديت هذا الفون دو تان ديال لا مارك ماك. هذا الفون دو تان هذا زوين بزاف. انا عندي بشره جافه، يعني البنات اللي عندهم بشره جافه واللون البشره ديالهم بحال لون البشره تاعي راه زوين بزاف، غادي يوافقكم. هذا ديجا جربته، ديجا استعملته هكا داير من الداخل،
غادي نوريكم كيفاش. هو ديري منه غير شويه، غير شويه. كترت كترت، غير شويه كافي، غير شويه. هانتوما نوريكم كيفاش كيكون في البشره. هانتوما الا لاحظتوا كيجي بحال هكا. للاشتراك بالقناه المرجو الضغط على الزر الاحمر صابوني، والضغط على الجرس جانبه للتوصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لكم. بحال هكا انتم لاحظتوا الفرق ما بين هنا وهنايا، ما كيكونش فرق باين واضح بزاف، وكيغطي العيوب. المهم راه تيبان في الكاميرا في شكل على العين المجرده، العين المجرده تيبان بحال ما دايره والو، وكيغطي لك على العيوب ديال البشره ديالك. الثمن باش خديته هو 40 درهم، باش خديته من البارفيومري. زوين زوين بزاف البشرة الجافه. ما عرفت البشره الدنيا واش غيوافقهم ولا لا. المهم اللي فايت العام استعملت هذا وعندها مثلا بشره دهنيه، تقول الراي ديالها في التعليقات ونوعيه البشره ديالها، باش الا بغات تاخذوا شي بنت اخرى عندها نفس النوع ديال البشره تعرف واش تاخذوا ولا ما تاخذوش. الا كنتي يلاه باديه بغات تعلمي في المكياج كي بحالي انا، حيت راه ما كنعرفش بزاف في المكياج، ما تعرفش نحط مكياج على وجهي، وتقديت هذا نبدا نتعلم به وهكا غير نعرف به، بعدا غير نعرف غير الاسماء وهذا لاش كيليق وهذا لاش كيليق. لحقاش راهي دخلت الفيديوهات وهزيت الاسماء ديال كل حاجه ومشيت تقديت، ما كنتش كنعرف في الاول الاسماء. انا خديت هذا الهايلايتر هذا، هذا زوين، الالوان ديالو جربتهم زوينين، جربت هذا اللون هذا وهذا وهذا. المهم دوك اللون اللي كيعجبوني انا جربتهم، غادي نوريكم كيفاش دايرين. هاد لي بغوص هادو تا هما ديال الماكياج، تا هما خديتهم من عند البارفيومري زوينين. وفاش كتغسليهم ملي كيتسخو تغسليهم، داك هاد الشعر ديالهم كيبقى كيما خديتيه في الاول. هانتوما ها هما كيدايرين هاد الشيتات هكا، الزغب ديالهم زوين. وكيما قلت لكم فاش كتغسليه راه ما كيخسر ما والو. هادو خديتهم ب25 درهم كاملين، الباكيه كلها ب25 درهم، باش خديتها من البارفيومري. غنخدم بالشيتا، نيت بالشيتا ديال هادي، وغادي ناخد هاد اللون هذا باش تشوفوا هاد الالوان كيفاش كيجيو على البشره السمراء. هاد اللون ها هو، ناخد هاد اللون هذا، ها هو هاد اللون كيفاش كيجي، هاد اللون هذا، اللون هذا. الالوان ديالها رائعين رائعين بزاف، وكيسيحوا واخا ايميتاسيون، مي زوينين الالوان ديالهم. ورا مجموع فيه الهايلايتر والكونتور بجوج، كاين الالوان ديال الهايلايتر والالوان ديال الكونتور. خديت هاد الماسكارا هادي ديال لا ماركيلي، زوينه هي. واللي عجبني فيها انه هاد الشعيرات ديالها من الداخل ما غاديش يبانوا لكم، ما عرفتش واش غيبانوا ولا نحاول ندير شي حاجه بيضاء. هاد الشعيرات ديال اللي كتلاحظوا، هاد الشعيرات هادو اللي الفوق ديال البلاصه الفوقانيه كبار، والبلاصه التحتانيه الشعيرات ديالها تقريبا بحال ما كاينينش، كاينين ولكن صغار. هاد التحتانيين كديري بهم الشفار اللي الشفار التحتانيين، كتصايبي بهم الشفار التحتانيين وهكا ما كيتجلخوش لك. وهاد الفوقانيين كتصايبي بهم الشفار الفوقانيين، زوينه زوينه بزاف. ما كتخليش خصوصا الا كنتي مبتدئه هادي احسن لك، لان ما تخليكش تجلخي عينيك بالماسكارا. تمن باش خديت هاد الماسكارا هادي تاهي من البارفيومري هو 30 درهم. هاد الاي شادو ديال نفس لا مارك كيلي، هذا الالوان فيه زوينين، هما الالوان عندهم كي دايرين فيه كاع دوك الالوان الفاتحه والالوان ايضا الغامقه. هذا خديته ب20 درهم، فيه 9 ديال لي كولور. وخديت ايضا هذه ديال الشفار، هذه خديتها انا من البارفيوم غير عند مول ماكياج ب20 درهم،
ولكن فاش جابت لي واحد الاخت الكتالوج ديال الفارماسي باش ناخذ منه لي برودوي، ولقيت عندهم عادي ب 13 درهم، يعني رخص من البارفيمري، نفس الشكل ونفس اللون وكل شيء ب 13 درهم. المهم انا خديتها ب 20 درهم، فتخدم مزيان، كتهز الشفار للفوق. خديت هذا حتى هو البلاشر ديال لا مارك كيس بيوتي، اللون ديالو هاكي داير، وفيه هيك لابغوس ديالو. ها هي لابغوس ديالو كي دايره، وهنا المرايه، دايرين ليه المرايه هنايا. الثمن باش خديته هو 20 درهم من البارفيمري ايضا، لي بيوتي بلاندر هادو. واحد البنت اللي نصحتني ناخذ جوج الانواع، قالت لي خدي هذا النوع هذا، واحد البنت اللي بغات تعلمني ماكياج قالت لي خدي هذا النوع هذا، الشكل هذا وهذا الشكل هذا، على حساب زعما الا بغيت ندير جهه العينين. هذا الشكل هذا قالت لي مزيان جهه العينين. ها هي كي دايره من الداخل ب 20 درهم الوحده، خديتهم ب 20 درهم الوحده. راه ديجا استعملتهم، نيتو سخون كتنقيهم غير بالصابون بسهوله. الا دخلتوا لي فيديو في اليوتيوب راه كيشرحوا كيفاش تنقي هادشي، كيفاش تنقي الشيتات. انا صراحه ما كنتش كنعرف هادشي، دخلت اليوتيوب وتعلمت. وهذه هادو هما اللي قالت لي ناخذ. اللي كتعرف شي حاجه اللي حسن اولا تقول لي في التعليقات. المهم اتقفونا، وريونا المكياج نتعلمو حتى حنا نديرو الماكياج. جيت هاد الغوج على مات ديال لا مارك كيس بيوتي، اللون ديالو هاكي داير. المهم انا علاش خديت هاد اللون، لان الشفتين ديال ماتوش كيبان دا ما كيبان بعدا اللون. ها هو اللون، الشفتين ديالي انا راه اللون ديالهم ماشي غوز، يعني اصلا عندي الشفه الفوقانيه اللون ديالها غامق على على اللون ديال الشفه التحتانيه. يعني انا ملي كنكون كندير ماكياج ما كنديرش نفس اللون، الا بغيتو الا بغيت ما يكونش باين بلي دايره ماكياج ما كنديرش نفس اللون. الا ما بغيتش نعيق كندير الشفه الفوقانيه كندير لها لون غامق قريب للون ديالها، والشفه التحتانيه كندير لها لون فاتح قريب للون ديالها باش هكا ما يبان بحال ما دايرهاش. المهم اللون ديالها ما عرفت علاش هكا غيبان هذا، ما عرفتش راه تيبان ليا انا دابا كنشوفو، ولكن في الكاميرا ما عرفتش ما باينش. غادي نحاول نديرو. ها هو هنايا ها اللون ديالو. الثمن باش خديته هو 25 درهم. وخديت ايضا هذا ديال لا مارك نيكد، هذا تا هو غوج هو اللون ديالو. راه اللون ديالو دابا انا فاش كنشوف بعيني بالعين المجرده الا شتي راه باين اكثر من هكا، غير في الكاميرا ما عرفت علاش تيبان بحال الا ما كاينش. المهم كنتمنى يكون باين. ها هو اللون ديالها، هذا كنديرو الشفه التحتانيه لان هي فاتحه على الشفه الفوقانيه عندي انا. خديت هذا ديال اش من ماركه، هذا بوم كولورون، هذا تا هو ديال نيكد، ديال مارك نيكد. المهم اللون ديالو هكا داير، كاع عمرت يديا ما بقى فين نرسم، والله الا نيت نرسم راه لوحه فنيه. المهم ها هو اللون ديالو كي داير زوين تا هويا، هذا كيدار للشفاه كيشبه شويه الكونسيلر تا هو تيحطوه بحال هذا. وخديت هذا، هذا قالت لي ديك البنت خودي على حساب جنبت العيني كيدار في الشفار ديال العينين، ماشي في الشفار، في ما عرفتش يسميوه كاع. المهم راه البنات غيكونوا عارفين علاش كيتستعمل هذا، كيدار في العينين اي باش كيعطي باش كيوسع العين، وكيدار حتى في جناب العين. المهم ها اللون ديالو كي داير، ها شاهد الكاميرا كلشي تيبان مضوي. ها اللون ديالو. تمن باش خديت هذا اش ما مارك بعدا، هذا ديفي ايز تو. المهم لا مارك هادي ما عمري سمعتها. المهم تا هو زوين، تمن باش خديته هو 15 درهم من البارفيمري. وخديت عندهم هذا ديال نيكد تا هو، هذا الكونسيلر
هنوريكم كي داير. هذا كيدار تحت العين، هذا الكونسيلر ها هو اللون ديالو، كي داير كيدار تحت العينين. المهم راه ملي كديري على وجهك راه كتبقاي كتضربيه بهذا البيوتي بلاندر حتى كيسيح، ما كيبقاش كيبان بحال هكا، يعني كيندمج مع اللون ديال البشره ديالك، ما كيبقاش باين معيق. تمام، باش خديت هذا هو 40 درهم، حتى هو من البارفيمري، وخديت ايضا حتى هذا بحالو، حتى هو كونسيلر، ها هو اللون ديالو كي داير. ويديا ما خليت فيها شي قنت، نديرو هنايا، غنبقى غادي غادي تنوصل لدراعي. زوين. تمن باش خديت هذا هو 30 درهم، لامارك، لامارك ما عرفت واش هادي هي السميه ديال لامارك، اورغانيك هيلث بيرفكت، يمكن هي هادي اللي تسميت لامارك. المهم تا هو زوين. وخديت هاد الاي لاينر هذا ديال ماستر لاينر، تا هو زوين، هاللون ديالو. وما كيضرش في العين، انا بزاف شحال من واحد جربته وخديت، كنت خديت واحد من اوريفلام وتيدم عليا عيني وتيدير ليا فيها بحال الضبابه، بحال الضبابه قدامي، ما عجبنيش. وهذا غير من بارفيم غير، وزوين جربته زوين. وخديت هذا العجب هذا وخديته، ويا ريت ما خديته. اي بان ليا، بان ليا هكا حطو عنده، ما عرفتش، وبيت نجربو في الاخر جبتو هي حاطه، دابا ما كنستعملو ما والو. هو كاتب فيه برونزر، ما عرفت انا جداني اصلا برونزر وانا سمراء، ما عرفتش علاش كنقلب، كاتب فيه برونزر ولكن ما عرفتش علاش كيستعملوه، واش ماكياج، واش كيتبرونزاو بيه، واش ما عرفتش، وما كاتبينش هنا لاش يليق. فاش قلبت اللور هنايا ما كاتبينش لاش يليق ولا شنو، كاتبين غير المكونات. هو هاكي داير من الداخل سايل، داير بحال، المهم راه سايل، واخا كتشوفوه هكا سايل سايل، وداير بحال لونه بحال الذهبي، ما عاد كنتمنى يكون اللون باين كما هو في الواقع حيت هاد الكاميرا كتبدل اللون. المهم هكا داير. المهم البنات اللي كيعرفوا لاش كيليق راه يقولوا لي في التعليقات لاش كيليق ولاش كيتستعمل. الثمن باش خديته هو 45 درهم، لوريال باري، وكاتبين فيه برونزر، راه كتبان الكتبه، وما كاتبينش طريقه الاستعمال ولا لاش كيليق، كاع داكشي ما كاتبينوش. انا دابا شريته حاطه، ما عرفاش لاش كيليق. المهم هذا خديته ب 45 درهم من البارفيم غينيت. خديت هادو الشفار، هما اللي بقاو ليا مع دابا هاد الشفار اللي عندي، الله يستر وصافي. الشفار اللي عندي ما كافينيش، بغا نزيد شفار اخرين. هادو عرفتو شحال جلست باش نلصقهم، بعدا فاش شريتهم ما شريتهمش هكا، شريتهم بواحد اللصاقه اخرى، ما بغاتش تلصق ليا، مشيت قلتها لديك البنت، قالت لي خدي واحد اللصاقه اخرى، كاينه اللصاقه ديالهم. مشيت عند البارفيم غير سولتهم، قالوا لي راه هذه هي اللصاقه اللي مزيانه ليهم، هكا دايره من الداخل، كيكون اللون ديالها كحل، كنت مني يكون باين اللون ديالها كحل. وفعلا كتلصق، ولكن واخا هكا حيت الا ما كنتيش عارفه تلصقيهم، واخا ما عرفتش من اللصاقه يعطيوك، ما تنعرفش نلصق هادشي. المهم قصيتهم فرقتهم هكا، قالك خصك تفرقيهم، فرقتهم ومع ذلك ما بغوش يلصقوا ليا، تيلصقوا ليا في بلاصه غلطه، في فوق كيلصقوا ليا فوق الجفن العين، عوض ما يلصقوا مع الشفار الاخرين كيلصقوا فوق الجفن العين. وعاد زيد انهم مني كديرهم كتباني بحال عينك، عاد ما كيخلعوا من بعيد، كيبانوا عينك زوينين ولكن قرب لك شي واحد غادي يهرب. اي والله ما عقلت باش خديت هادو، واش 20 درهم؟ يمكن 20 درهم، وقيل 20 درهم. المهم راه الثمن ديالهم ما فايتش 50 درهم، واللصاقة تاهي يمكن بحال هكاك شي 20 درهم ولا 10 دراهم، ما عقلتش. المهم راه رخاص بزاف، راه ما غاليينش، رخيص رخيص رخاص بزاف، ولكن بلاش منهم تيبان ليا حيت ما هادشي ما باش يلصقو، ما تنعرفش نلصقو. قلت هي تنخربق، ديك النهار فاش شريتو انا خربق تنخربق، والو ما بغاش يلصقو. كون كاينه في يوتيوب شي وحده تتعرف هكا، شي وحده اللي تكون ميك اب ارتست وتبقى تنصح البشره السمراء، لان اغلب الميك اب ارتست كيديروا المكياج ديال البشره البيضاء، ديروا المكياج للبشره السمراء. الا كاينه هنا شي ميك اب ارتست هكا، دير قناه في اليوتيوب وتبقى تحط فيديوهات الميك اب البشره السمراء، راه محتاجينه بزاف، محتاجين فيديوهات بحال هكا. انا فاش غنقلب في اليوتيوب كلشي والو، كنلقى غير مكياج ديال البشره بيضاء ولا
ما كاينش البشره بحال لوني هكا، اش من لون غادي تستعمل؟ ينصحونا زعما شنو اش من اللوان غنختار؟ وانا راه غير كنختار على الله وصافي، ما عارفاش شنو نختار، شنو غيجي معايا، ما عارفاش حتى حاجه، ما عارفه من هادشي. مشيت وبقيت كنختار وصافي، معلين غير في البشره البيضاء، البشره السمراء حقرتوها. المكياج من الاحسن ما تبقاوش ديرو يومي، مره في شحال. وإلا كنتي من النوع اللي خدام في شي مجال اللي ضروري انك ديري فيه ماكياج، لانه والله حس لوان بعض المجالات، بعض الانواع الخدامي اللي تيكون ضروري ضروري ومحتم عليك انك ديري ماكياج وتلبسي واحد النوع ديال اللباس وهذا. إلا كنتي من النوع اللي خدامه في شي خدمه كتحتم عليك ديري ماكياج يوميا، فاستعملي الماكياج ديال لا مارك بو اللي غادي تلقايها في البارا فارماسي، لانه اغلب المكونات ديال الماكياج ديالهم تتكون طبيعيه، والضرر ديالها على البشره تيكون اقل من هاد الماكياج الاخر، من هاد لي مارك الاخرين. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم واستفدتوا منها. الى عجبتكم لا فيديو كنتمنى انكم تضغطوا على زر اللايك اسفل الفيديو، تبارطاجيو لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب واي موقع تواصل اخر باش كتوصل اكبر عدد ممكن من الناس. وكنتمنى الا كانت شي وحده فيكم هكا كتعرف مزيان في المكياج وهذا، وبغات تنصحني بشي ماركه اخرى من غير هادو وبشي لون اللي يجي مع لون البشره ديالي، كما كتعرفوا راه باين في من يديا باين لون البشره ديالي. الا بغات تنصحني بشي حاجه هكا تكتب ليا في التعليقات باش انا كنستافد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.